بس يصير تغييرات قوية بالعالم وخاصة بالفايدي يلي صار أكثر من 4 سنين مش مرتفعة. مني أنا لأحكي عن هالموضوع؟ بتعرفوا مين لازم يحكي عن الموضوع؟ خبير العقارات الأستاذ وضاح القصاين، لأنه كل ما منا شي بهالمجال هذا نحن مستعين بالخبير. وبالخبير الأستاذ وضاح القصاين من رويال لبيج تيم ريالتي ذا فيرتكس تيم، بحييك وبقول لك يا 100,000 أهلا وسهلا على صوت النجوم تشن راديو. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك جيري، واهلا وسهلا في المستمعين. يا اخبار كثير قويه. اربع سنين. انا بصراحه بكل صراحه ما حسيت صار القصه 4 سنين. تعرف ليه؟ لانه صار لنا 4 سنين تقريبا الفايدة عم ترتفع، متهيين بالارتفاع، بس تنزل الفايدة ولنه بس 0.25، هي عم بتهز الماركت. خبرني شو عملت بعالم الريل استيت. صحيح. هلا حاليا لما نزلوا الانترست ل 4.75، ما نزلوا هم كثير، هم لك 0.25، يعني بالكاد ممكن تاثر على الدفعه الشهريه الا اذا طبعا مبالغ كبيره. فبس السايكولوجي تبعت الناس والبرسبشن اللي هم فيها هلا حاليا، يعني في كتير كان في ناس واقفه على الفنس زي ما بنقول، يعني واقفين بس عم بيتفرجوا وعم بيستنوا انه الانترست ينزل. وصراحه يعني احنا حتى ما كنا متوقعين انهم ينزلوها، لانه متوقعين انه ممكن يكون الانفليشن او نسبه التضخم بمعنى عربي انه ممكن يزيد، لانه عشان الكربون تاكس اللي زادوه آخر فترة ما صاردوش 2 أو 3 بس. فإحنا متوقعين أن نسبة التضخم تزيد، فدائما هم لما تزيد نسبة التضخم دائما يا بيخلوا الانترست ريت زي ما هي يا إما حتى بيزودوها. فكان في كتير ضغط من الناس أكيد، أو من الأسوسيشنز زي ريكو، زي أوريا، زي حتى كمان من تيم هوداك البريزيدنت تبع أوريا، تبع ريكو عفوا، وكمان برضو ضغط أكيد من البروفينسز على البنك اوف كندا إنهم ينزلوا الانترست ريت في المرحلة هذه. هذا متأملين إنه يساعد شوية حركة البزنس ويساعد الناس تحرك فلوسها شوي، لأنه في كتير طبيعة الحال بيزنسز مش بس البيوت، بيزنسز في أكيد تأخذ ديون حتى تمشي أمورها وتشغل البيزنسز. فهلأ يعني نزلوا شوية، فمفروض يصير في حركة قوية. وإحنا لاحظنا يعني امبارح لاحظنا إنه عندنا في المكتب في عدد مكالمات بلش يجي، في ناس بتسأل، في ناس يعني زي ما تقول بتطقص بتشوف اذا الدفع قديش بحصير عليها. فاكيد احنا يعني بنحاول نعطيهم احسن نصيحه موجوده، بس احنا اللي شايفينه انه هذا حيزود اكيد الانترست بالعقارات. فاحنا دائما بننصح الناس، بنقول انه اليوم انك تشتري احسن من بكره بكل الاحوال. في ناس احيانا تشتري او في ناس بتستنى، ودائما اللي بيستنى خاصه الناس اللي عايشه بالاجار هذه اكيد عم تخسر شهري. فدائما ننصحهم انهم يشتروا باسرع وقت ممكن بكل الاحوال، يعني سواء نزل الانترست او ما نزل. بس بطبيعه الحال اكيد هذا حيزود الضغط على العقارات. وهلا في فرصه مناسبه حقيقيه، لانه الاسعار نازله من فتره عشان الانترست اللي كان عالي، وهلا لسه اول نزلته. ففي كثير اسعار موجوده هلا على الماركت بعدها بالاسعار اللي من قبل شهر، ففي اوبورتونيتيز كثير حلوه، وفي ممكن تقدر تعمل نيجوشيشن كثير حلو. وفي ناس لسه بعدها متورطه بانترست ريت عاليه لانه كانت مخدعه على 2%، فهلا عم في ناس بتجدد على 5% وعلى 5.5% وعلى 6%، فمضغوطين وبدهم يبيعوا في عقارات حتى فاضيه لا فيها تيننت ولا فيها حدا ساكن، ومتورطين الناس ونفسهم يبيعوها، فممكن ياخذوها الناس باسعار كثير حلوه.
واو، بسيره العقارات الفاضيه، هلا كنت عملنا خبر اليوم الصبح، بلديه اطول سنه 2023 لموا 11.2 مليون دولار من الفيكنت تاكسز، يعني معناتها في عقارات فاضيه عندنا هون بهالبلد. صحيح صحيح صحيح، هو مبلغ جدا كبير، وبلفت النظر اكيد في جاليات كانت تشتري عقارات بالجمله، خاصة الجاليات الآسيوية كانوا بيشتروا عقارات بجملة ومن البيلدرز، وما كانوا مشكلة إنهم يأجروهم، وكانوا يسيبوهم كإنفستمنت، كانوا يسيبوهم فاضيين، فهذا كان طبعا أكيد يعني بيقلل الناس الفرصة، الناس اللي بدها تسكن في البيوت، خاصة الناس اللي بدها تستأجر، فهدول إذا بنحطوا هدول البروبرتيز على الماركت وبتبلشوا يتأجروا حيصير في فرصة حقيقية إنه المستأجر يأخذ بأسعار أفضل وأفضل. بس إحنا بالنسبة للأجارات إحنا عندنا مشكلة حقيقية موجودة بالأجارات، يعني المشكلة اللي موجودة عندنا من وجهها إنه المستأجرين أحيانا بتغلبوا لما يدفعوا الأجار، والتننسي بورد في عنده مشاكل وعنده باكلوج، فهذا بيأذي الإنفسترز. فزي ما تقول في كتير إنفسترز صاروا يفضلوا إنه ما يأجروا البيوت ولا يقع بمشاكل مع المستأجرين، فصارت العملية عكسية. فالمشكلة إنه يعني إذا أجروا بيوتهم ممكن يحلوا مشكلة الأجار، ممكن الأجارات تتحسن، وممكن هم يستفيدوا إنه يلاقوا مستأجر والله يدفع لهم مصاريف البيت ويهتم في البيت ويدفع المرجج تبع البيت. وبس المشكلة إذا بطل المستأجر يدفع أو صار عنده مشاكل أو خلافه، البروسس إنه يقدر الأونر يطلع المستأجر صعب وبياخذ وقت بالتنسي بوت. اكيد طبعا كل مقاطعه عند قوانين الخاص، مقاطعه كيباك امبارح اعلنت انه رح يصير في حمايه جديده للمستاجرين هونيكي، لحتى يعني صاحبين الملك ما بيقدروا يشيلون سيارات اللي بدهم. فان شاء الله هالاشياء مثل ما بيقولوا حاليا تضل بكيباك، لانه صاحبين الاملاك هون بدهم حمايه. سؤال لك بس عشان اخبرك انه جاي هذا الكلام على 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 اونتاريو. بتعتقد رح يجي على اونتاريو؟ جاي. موجود البيل، موجوده وعم بدرسوها واحتمال يطبقوها ب 2025. فهذا الكلام اللي انا بحكيه، هذه مشكله حقيقيه بتواجه الانفستر هلا حاليا، انه اذا طيب اوكي، اذا احنا اشترينا، طيب يعني اذا صار في مشاكل كيف انا بدي، كيف بدي انا اتعامل مع المستاجر؟ وخاصه انه يعني اذا يعني انا يعني امبارح، لانه احنا بنعمل بروبرتي مانجر، بروبرتي مانجمنت بتعرف، فاحنا امبارح انا شخصيا رحت على التننسي بورد اللي موجود على البرت، لقيت المكتب كله مسكر، ويمكنات في ناس جوا بس مسكرينه عن الببليك، ما بدهم يتعاملوا حتى مع الببليك. كل شيء بقول لك روح على الاونلاين، روح على الاونلاين، ولما بتصل والتليفون حتى برد عليك بقولوا لك go to online. يعني فالبروسس الابليكيشن سواء من المستأجرين اذا بدهم يعملوا كومبلين او فايلينج او اي شيء على اللاندلورد او العكس، البروسس كتير متعبه. فهذا يعني ما بشجع الانفسترز انهم يشتروا بروبرتي، بس بكل الاحوال اكيد العقار هو الخيار المضمون على المدى البعيد، لانه صعب جدا الواحد يحوش فلوس بالبلد، خاصه اذا انه هو موظف عنده دخل معين. خليني اعرف خي وضاح، بالنسبه للفايده يلي اعلنوها البنك اوف كندا يلي تخفضت 0.25، يا ترى هلا ممكن بها الانونسمنت هيدي يلي شفنا تشجع كتير قوي من العالم واستقبلوها بروح رياضيه وكتير حلوه، يا ترى راح نشوف ارمات كتير قدام البيوت للبيع، او راح نشوفهم عم يقلوا لانه العالم راح تشتري اكتر ما العالم بدها تحط البيع؟ شو فكرك راح يكون، او راح يكونوا متساويين مع بعضهم، العالم بدها تحط للبيع بدها تزيد وكمان راح يزيد المبيع؟ هلا حاليا الماركت هو يعتبر بايرز ماركت، فاحنا يعني بنزله الانترست ريت هذه بنتوقع انه شوي شوي يتحول بالانس، بس هذا حياخذ وقت. الانفنتوري او عدد العقارات اللي موجوده هلا حاليا معروضه للبيع محطوطه باسعار جدا مناسبه، وهذا ما راح يطول كثير، خاصه انهم نزلوا الانترست ريت وعم بوعدونا، والله اعلم كل مره بيحكوا شكل، وعم بوعدونا انه ممكن لقدام شوي كمان برضو ينزلوا الانترست ريت اكثر. فاذا هذا صار الكلام، الكميه العقارات الموجوده هلا حاليا في الماركت
بتخلص يعني إذا في عندنا مثلاً 2,000-3,000 بيت معروض، فهدول شوي شوي حيبلشوا ينباعوا. العقارات الجديدة اللي حتطلع طبيعة الحال حتكون شوي أغلى، وحتبلش تغلى وتغلى وتغلى طول، كل ما في ضغط كل ما بيخلص الانفنتوري الموجود، كل ما النكست بروبرتي أو البيت الثاني تبع النيبر هيكون شوي أعلى، لأنه دائماً السيلر بده يحاول يأخذ أعلى سعر، فزي ما بنقول they try to push the boundary. فإحنا بنحاول قد ما بنقدر نخلي الأسعار مقارنة بالأسعار الماضية، لكن لما نلاقي بلشت عقارات تانية تطلع بأسعار شوي أعلى بدنا نحاول ننافس هاي الأسعار، ما عندنا خيار، تعرف عرض وطلب بالآخر. فلما هذه الانفنتوري الموجودة زي هاد، عشان هيك أنا بقول هلأ في فرصة عالية. الانفنتوري الموجودة موجودة بأسعار تبعت قبل شهر، اللي هي يعني تعتبر حاليا هلأ من يعني أقل الأسعار اللي ممكن نوصل لها حاليا. هلا نزلت الانترست ريت، احتمال تبلش الاسعار تطلع، وهذا معناته انه اللي بده يشتري هلا فرصته الحقيقيه. الانترست شوي نزل والاسعار بعدها شويه مهاديه ما لحق تطلع، فهلا فرصه انه ممكن يشتري ويتوكل على الله ويحاول يشوف بيت قبل ما تنفذ هذه الكميه الباسكت الموجوده في الماركت، بتبلش اسعار جديده تطلع باسعار مختلفه. أقولك البيت يلي حاطط بيته، الشخص اللي حاطط بيته للبيع صاروا شهر ونص شهرين بعده ما بيع ولا حديت، هلا عنده نوع من البانيك ورح يبيع بأرخص من ما بيطلب بكتير؟ أكيد أكيد أكيد. شوف إحنا متوقعين، شوف أخطر فترة هتمر فيها كندا بشكل عام اللي هي بقية 2024 و2025، هدول أخطر فترتين ممكن تمر فيها كندا أو ممكن العقار بكندا يمر فيه. هدول الفترتين هدول كل الناس اللي كان قبل كوفيد كانت تعرف الانترست ريت أعلى شوي، بفترة الكوفيد نزلت الانترست ريت بشكل كثير ملحوظ، وفي ناس حتى أخذت على 2%، وفي ناس يمكن أقل شوي، وفي ناس 2.5%. هذه الناس كلها هذه اللي ربطت من 2020 ل 2021، هدول هلأ التجديد كلهم جايين، تجديد ب 2024 ب 2025. نتكلم بحدود 60% من المورجز الموجودة هلأ حاليا in the next two years، هدول اللي هي 2024 بقية 2024 و 2025، هدول 60% من هدول الناس هدول حيجي الرينيول تبعهم، وهدول حيتغلبوا بالرينيول، لانه في كتير منهم اللي عنده انفستمنت الاجار ما راح يغطي المورجج تبعه بالريت الجديد، والناس اللي عايشه في البيوت لما يجي يجدد حيلاقي انه الدفعه كانت عليه 2000 دولار صفقت عليه 3,500، يعني في ناس حتى ال 1000 دولار الزياده ما بتقدر عليها، فهذا حيسول الضغط على هذه الناس، وفي كتير ناس من هدول الناس حيضطروا يبلشوا يبيعوا. المرحله هذه اللي جايه جدا دقيقه، احنا بنتوقع نزلة الانترست ريت هذه اجت في محلها بالفترة اللي جاية عشان شوية تساعد الناس تتنفس، بس لازمنا كمان نزلة تانية، بس ان شاء الله ما يطلع الانفليشن اعلى. اذا عدينا مرحلة 2024-25 حيكون العقار جيد جدا لفترة طويلة جدا. بكل الاحوال زي ما حكينا، اي حدا بيفكر يشتري هلا حاليا يحسبها ويشوف إذا الأجار تبعه ممكن يساوي المبلغ اللي بده يشتري الدفعة الشهرية، بجوز احتمال جدا مناسب هلأ إنه يشتري، لأنه الأسعار بعدها لسه مهدية والإنترست ريت شوية نزل. عم نحكي مع خبير العقارات وضاح القصيم من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم. رح نغير المواضيع شوي طبعا من بعد ما ناخذ فاصل اعلاني ونرجع مع لقائنا مع الاستاذ وضاح، خليكم معنا. ورجعنا لمتابعة برنامجنا معكم على 97.9 مع خبير العقارات الاستاذ وضاح القصيم من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم، وكنا عم نحكي عن الفايده الجديده والانفستمنتس وغيره. خي وضاح، في اشي كتير عم تنقال بالبلد، بعد العالم عم بتخش خش بالنسبه للكابيتال جينز تاكس. رح اسالك عن الكابيتال جينز تاكس، خلينا نحطه على جنب شوي هلا. قبل ما نفوت بالكابيتال جينز تاكس، كنت عم بتقلي انت قبل الفاصل
عن الانفستمنتس وغير واشياء ممكن اشياء سلبيه والاشياء الايجابيه اللي بترافق الانفستمنت. خبرني الواحد يلي بده يعمل انفستمنت كيف بده يعملها اذا بتقلي مثلا بعد الانترست ريت لحديت هلا شوي في شك فيه بالنسبه للغلا واشياء من النوع، كيف الواحد بيقدر يعمل انفستمنت بالعقارات ويشوف مردود؟ شوف هلا الانفستمنت هذا موضوع كتير يعني بحمس الناس، خاصة الناس اللي ممكن يكون حابين يبنوا زي ما تقول حصالة للمستقبل. احنا العملية محسوبة، يعني في اي بيت الواحد بده يشتري الاجار هلا حاليا، يعني احنا كنا بايام الكوفيد نقول للناس بدك تحط 20% والحسبة تبعت المورجج، الدفعة الشهرية تبعت المورجج مع الانشورنس مع الانشورنس مع المصاريف كليتها الاجار مفروض يغطي. اذا بتحط 20% داون بيمنت لاي بيت لغايه ما خلينا نقول لغايه بيت حجمه 2800 سكوير فيت، من ابارتمنت من اصغر شيء ابارتمنت لغايه بيت 2800 سكوير فيت. هذا كان كلام بايام الكوفيد والثلاث سنين الماضيه. هلا حاليا الحسبه انت لازم الانفستر يحط بين 30% ل 40% حتى يقدر يغطي. ليش؟ لانه الانترست ريت طبعا اعلى، فلازم انت تخفف الدفعه المورج الشهريه ولا ما بتزبط الحسبه. المستاجر الاجارات ارتفعت صحيح 100% عن 2020، لكن المشكله المورج ارتفع اكثر بكثير الدفعه الشهريه عن الارتفاع تبع الاجارات. فلحتى الواحد يقدر يغطي هذه بده من 30% ل 40%. فأي حدا بيفكر يشتري خلينا نقول تاون هاوس، يشتري أبارتمنت، إذا ما بده يفكر بتاون هاوس بشغل 600,000 بده يفكر إنه لازم يحط على الأقل 30% عشان حسبة المورجج تطلع حسب الانترست ريت اللي موجودة هلا حاليا. هذا إذا كان أي ليندر بنحكي، طبعا بتطلع يدوب الأجار بغطي المورجز. هلأ في ناس تيجي بتقول إيه طب يعني الأجار بغطي المورجز بغطي الانشورنس، طب أنا شو صغير؟ طب أنت عم تبني حصالة، أنت أول إشي عم تشتري عقار، المستأجر هو اللي بيدفع لك الدفعات الشهرية، فأنت عم تدفع من الدين المتبقي على البروبرتي. هاي أولا، من غير ما أنت فعليا أنت اللي بتدفع، أنت عندك مستأجر اللي عم بيدفع لك الدين المتبقي، هاي رقم واحد. رقم اثنين إنه هذا العقار بيمرض لكن ما بموت، فحيضلوا يطلع إذا خليته فترة زمنية مش أقل من 5 سنين. إحنا دائما بنحكي لكل الانفسترز بنقولهم فترة 5 سنين هي اللي حتعمل لك مصاري. إذا بتفكر تشتري بيت وبعد سنتين تبيعه، ضربة زي اللي صارت معانا هلأ بالسنة الماضية والسنة هذه مع الانترست ريت وكذا، هتخليك تخسر الانفستمنت الربح اللي انت مفروض كان تعمل. فاذا بتخليها لمدة 5 سنين عادة بالهيستوري زي ما احنا بنطلع من 1956 لغاية اليوم، بنشوف انه مفروض الواحد يعمل ان افريج بحدود 5% في السنة. وبالنسبة للكابيتال جين، كابيتال جين هلا هذا الزيادة اللي زودوها هلا حاليا وحكينا فيها اظن الحلقة الماضية، حكينا فيها مطورة الكابيتال جين. الزيادة اللي زودوها كانت 50% taxable، هلا بزودوها ل 66.6% taxable، بس طالما انه المبلغ مش اكثر من 250,000، المربح ما يكون اكثر من 250,000. اذا اكثر من 250,000 66.6%، واذا اقل من 250,000 50% taxable. لما نقول 50% تاكسبل مش معناته انه بتدفع انت 50%، انت بتدفع ال 50% من المربح تبعك مسامح فيه، وال 50% الثانيه بتدفع عليها تاكس حسب التاكس براكت تبعك. اذا انت جوا البلد بتشتغل عندك تاكس براكت معين، اذا انت برا البلد ونان ريزيدنس عندك تاكس براكت معين. هلا لما زودوا هاي الانترست ريت طلعوا الجفرمنت وحكوا انه هذه زيادة من 50% ل 66%، هذه بس حتأثر على 1.6% من الناس، ما راح تأثر كتير لأنه إحنا عملناها بس على المرابح اللي فوق 250,000. هذا كلام جدا خطأ.
هذا هم عم يعني عم بتوهونا. هم الجوفرمنت دي ار بيدنج على الستيت. خلينا نوضح، كلياتنا بيوم من الايام، بعيد عن السمعين اكيد، بس بيوم من الايام حنموت. اي واحد بموت الستيت تبعونه لاولاده اوكي بدهم يورثوا. هذه اذا واحد شاري بيت ب 200 الف وصار عايش فيه مش عارف 20 سنه وصار البيت حقه شيء مليون، هذا اللي بتطلعوا له الجوفرمنت، هذا اللي بدهم يصيبوه ب 66.6%. هم ما بتطلعوا على الناس اللي والله انا اشتريت تاون هاوس بعد 5 سنين بدي ابيعه، ما عملت مربح غير مثلا 300,000 250,000 50% تاكسبل، وال 50,000 الثانيه 66%، فتفرقش كثير، يلا ماشي الحال. لا، ما عم بتطلعوا على هدول، هم بتطلعوا على الاستيت، بتطلعوا على الناس الكبار اللي حيتوفوا هذا الحصاله اللي هم بدهم ياخذوا منها المصاري. فالاستيت كثير مهم. الناس اللي في عندها أهل أو حتى هم بدهم يحاولوا لازم يأمنوا الموضوع هذا، لأنه لا سمح الله صار حالة وفاة وهذا الحكومة اللي تطلع عليه تطلع أنه تأخذ التاكس. وطبعا نتكلم إحنا الستيت يعني بعد 2 سنين، ف 66% هتطبق، لأنه يعني احتمال كبير أنه يكون المربح أكثر من 250,000. مزبوط. أكيد. فهم هذا اللي بيطلعوا عليه. فالانترست النسبه اللي غيروها بالكابيتال جين 66% هذه حتاثر على 100% من الناس الكنديين، مش الواحد في 1%. هم عم بيحاولوا يوجهوا انظارنا لل 1% انه الناس والله بس اللي بدها تبيع وكذا. لا 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 لا، وهذه حتضرب الناس اللي الستيت اللي حتتوفى بعيد عن 70 اكيد، اللي حتتوفى اولادهم حيورثوا او قرايبهم وخلافه. هدول اللي حينضربوا. في إجاني واحد مثلا، أعطيك مثال، إجانا واحد قاعد معانا بالمكتب، إنفستر، بيك إنفستر، عنده كتير عقارات وعنده RSP وعنده 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 ما شاء الله، عنده بحدود 10 مليون. لما قعدنا وجبنا له ستيت بلانر وقعدنا معه وحسبنا له الحسبة، تعرف قديش بده يورث لأولاده إذا لا سمح الله وتوفى؟ اضرب رقم. أنا مانيش قوي بهالأرقام، بس فيني نقول بدي من أصل العشرة مليون راح يصفيلهم مليونين. والله برافو عليك، بصفيله بحدود 3 مليون فاصلة كده. فتخيل أنت طول عمره هو عم بيبني بهالعشرة مليون بين عقارات وبين تحويش وبين 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 وبين، إذا صار له حالة وفاة أولاده فعليا بعد ما يصفوا بعد ما يدفعوا التكسات وبعد ما ما تأخذني يتبهدلوا بده يصفي لهم 3 مليون، أنت متخيل؟ فبيعطيهم هدية لأولاده هلأ قبل ما يموت وبيحل المشكلة. ما هذه هذه الحل، هذا أكيد حل. في حلول تانية أكيد، يعني في زي حلول مثلا ستيت فريز وبتتحول كل الأسيتس على فاميلي تراست، والفاميلي تراست بتدفع ديفيدنس للأونر بتتحول للأولاد وبيدفع عليها تاكس شوي شوي حتى بالبراكت الوطي تبعه. واو. بدل ما اولاده يدفعوا عليها التاكس حسب 66% والكلام هذا. واو. بكل الاحوال لازم يقعدوا مع ستيت بلانر. Exactly. هذا اللي جاي يقوله الستيت بلانر، كل واحد لازم يعمل هالقعده هذه مع الستيت بلانر ويشوفوا شو لازم يعمل. خي وضح، الوقت كثير ركض، ما عندنا غير دقيقتين لاسالك شو في جديد بالنسبه للسوق بالفيرتكس تيم. هلا في كثير اشياء جديده صايره عندنا في الماركت. اول شيء في عندنا احنا ايفنت جايه بتاريخ 13 جون. الايفنت هذه حنتكلم فيها، وعملنا حلقه سابقه عن هذا الموضوع، حنتكلم فيها عن الزونينج تشينجز. هذا الايفنت حنجيب شخص بريزيدنت لشركه كثير مرموقه بالكونستراكشن، وهو بريزيدنت باسوسيشن الجنرال كونتراكتور. حيكون ايفنت كثير مهمه، العدد كثير كثير محدود، احنا ما راح نخلي العدد اكثر من 20 شخص ل 25 شخص ماكسيمم، لانه احنا دائما بنعملها بالفورمات انه تكون ورك شوب. في من الاشخاص اللي جايه عندنا بالايفنت هذه، في اشخاص بيلدرز، في اشخاص اركيتكتس، في اشخاص انفسترز، في دكاتره، في عده اشخاص جايه على هذا الايفنت. واللي بحب يعني بتصور ضايل عندنا بحدود الـ4 كراسي او 5 كراسي، اللي بحب وعنده
استعداد وحابب يتعلم عن او يستفيد انه عن شو الزونينج تشينجز اللي حتصير ب 2025 هذه، وكيف ممكن يستفيد من هاي التشينجز، وكيف ممكن يغير البيوت اللي عنده من بيت سنجل مثلا مالتي يونت باستفادة هذه التشينجز، ويستفيد بين انكم او بين ريسيل. في هاي الابنتك ممكن كتير تكون مهمة بالنسبة له، فممكن يتواصل معنا بالنسبة لهذه الابنتك. ودائما على الويب سايت تبعكم ذا فيرتكس تيم في عده كمان ليستنجز بيشوفوها العالم هونيك، لانه الوقت كتير ضيق. خبرنا معمول معروف عن كيف بيقدروا يوصلوا للويب سايتس والسوشيال ميديا شانلز عندكم لحتى ياخذوا كل المعلومات اب تو ديت دائما على فيرتكس. حلو. احنا موجودين على جميع انواع السوشيال ميديا، موجودين على التيك توك، موجودين على اليوتيوب، وكل الحلقات هذه اللي نعملها موجودة أكيد على اليوتيوب شانل تبعتنا Vertex Team 100، الشانل اسمها Vertex Team 100. وممكن يعمل علينا سيرش على جوجل يكتبوا The Vertex Team V-E-R-T-E-X The Vertex Team، تطلع لهم كل السوشيال ميديا تبعتنا، موجودين على تيك توك، لينكدين، موجودين حتى على الفيسبوك، وفي عندنا الويب سايت الخاصة فينا أكيد www.thevertexteam.com. الإيفنت هذه اللي احنا عاملينها موجودة على ويب سايت تانية موجود اسمها viplanning.ca، ف viplanning.ca اللي بحب ممكن يطلع على الويب سايت ويظل في كراسي ممكن يسجل. ممكن يتواصل معنا أكيد على خط الخاص تلفوني 613-878-3041 613-878-3041، وإن شاء الله نقدر نفيدكم بكل الأجوبة اللي أنتم مستنينها. وضح لخصائن من رويال بيج تيم ريالتي ذا فيرتكس تيم، شكرا كثير لك وبتمنى لك ويكند رائع. شكرا، شكرا لك وشكرا للمستمعين، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة للكل. شكرا حبيبي. شكرا.